لنعمل حوار عن المرأة الصالحة والمرأة الطالحة. يلا عرفتوا شو العنوان؟ كيف حالك يا ابو حسان؟ مالك يا زلمي زعلان؟ كيف حالك يا ابو حسان؟ مالك يا زلمي زعلان؟ كنك يا اخوي عيان، كنك يا اخوي تعبان. هل هالمرا اتعبتني مع اهلي مشكلتني؟ هالمرا اتعبتني مع اهلي مشكلتني؟ بده ينغر راقتني وفلاتك واولى لا ايمان. لك خير ان شاء الله شو اللي صار حتى اصبحت محتار؟ خير ان شاء الله شو اللي صار حتى اصبحت محتار؟ وتخلى عنك الدار والاهل مع الخلاف. هلا الله يكون بعوني عهالمارة المجنوني، الله يكون بعوني عهالمارة المجنوني، والعالم حور ابوني حتى اهلي والجيران. انا مش قلت لك نقيها على اخلاق ومبادئها؟ مش قلت لك نقيها على اخلاق ومبادئها؟ ابديك لا ترخيها وامشي على دروب القران. اي صدقني يا احلى جار حياتي جحيم ونار، صدقني يا احلى جار حياتي جحيم ونار، خلتني مثل المسمار مثل عود الخيزران. علي اياك تلوم نصحتك من اول يوم، علي اياك تلوم نصحتك من اول يوم، قلت لي ما حد بلوم ومشيت ما مثل الغزلان. ولك مرتي بطل الحارة ما خلت ولا جارة، مرتي بطل الحارة ما خلت ولا جارة، كل يوم طوش وعزارة مع اهلي ومع الجيران. المرتي بنت الاداب واهلها جماعة طياب، مرتي بنت الاداب واهلها جماعة طياب، ما بتطلع من برا الباب الا باذني يا ابو حسان. بحمرا ومبودرة والفين حكي الكندرة، حمرا ومبودرة والفين حكي الكندرة، قلت لها شو يا مرة؟ قالت اسكت يا ابو حسان. ربت لي والله ولادي على درب الجهاد، ربت لي والله بلادي على درب العباد، ادعو يا رب العباد تحفظها طول الزمان. ولك خربت لي هالولاد سلختهم سلخ الجلاد، خربت لي هالولاد سلختهم سلخ الجلاد، ادعو يا رب العباد ياخذها وما نزعلان. اولادي مؤدبين من كتاب الله حفظين، اولادي مؤدبين من كتاب الله حفظين، على درب الصالحين ربوهم اهل الايمان. ولك طالع نازل هات فلوس خلت لي بطني ممغوص، طالع نازل هات فلوس خلت لي بطني ممغوص، بيض وطبخ خيار مكبوس عاشاي طول الزمان. لك مرتي بنت الاصول امبارح طبخت لي مفتول، نيالك مرتي بنت الاصول امبارح طبخت لي مفتول، ما بحتاج اني اقول، ما بحتاج اني اقول يا مرا اني جيعان. اذا اصبحت او امسيت ما بلقاها جوا البيت، اذا اصبحت او امسيت ما بلقاها جوا البيت، والله اني تمنيت القابر في بعض الاحيان. على افكارك لا تسوقها وعلى حبالي تعلقها، هذه المره طلقها او سيبك من هيك شاب سوا. شو رايكم تطلق؟ طلق؟ اي فين اللي عندي مش نافعه؟ وقت فعلا هذا اللي حدث، قلت لها طالق ثلاث، فعلا هذا اللي حدث، قلت لها طالق ثلاث، خذ البيت مع الاثاث وعفراقك ماني زعلان. نصيحة يا حاضرين، نصيحة يا مخلصين، نصيحة يا حاضرين، نصيحة يا مسلمين، ابحثوا عن ذات الدين وهيك امرنا الرحمن. اي نور وغنام وتشايد والليل بنكتب قصايد، سعيد ومعنى زايد وعلى الحفل زاد ايمان. على لما بيعزف لك سعيد بيضرب كل الاجاويد، الليل يحلاها الترديد وحتى البلبل عالرمان. هل غني القوف بجنب القوف وموالك عام لما بتنزل للسيوف بنتقدم للنزالة، والمهند في السيوف نسلم درب البسالة. هل تاريخ الأم معروف وما بيفضل بالنبالة؟ والحسام يقط القطوف منها مات الرجالة. هل ودش كاوي الدكتور يوف شارك في العمالة؟ هل والأخمس الكلاشنكوف تآمر على الأهالي؟ هل ونزال ونقاع الجوف وقطاع على الحبالة؟ هل قص الشاعب طراجيد الغريد ناكل حسون الغريد؟
هالمقاتل لك والدواعس والغبراء ما يعطي للمناضل اي تحكم اشرار النساء وتخنس فينا المراجل اي يا شعبي النا رجاء لا ترمونا عواطل الخايف تكبر الاشلاء عيدان المفاصل لك بين صفوف البؤساء ما فينا واحد عامل اللي يتبرغ الكبرياء في شموخ المهازل للمتنفي وابو الدرداء مثل كلمات القائل الذبح وتشريد سمعونا الكف يا اخوان اوعى الشعب علي شو بتريد الليل الفكر من جديد